حب أختم بقصة نجاح إماراتية في مجال التصدير. في عندي قصتين، أول وحدة هي الإمارات للشحن الجوي، والإمارات للشحن الجوي بنعرف عنها أنها شركة كتير ناجحة، لأنه بالسنة المالية 2012-2013 قامت بشحن ونقل 1.2 مليون طن من البضائع، وهي بتساهم بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات النقل للشركة. إذن هذه شركة كتير ناجحة للشحن الجوي، وهي موجودة بالإمارات العربية، وفيكم كمان تطلعوا على الويب سايت تتعرفوا أكثر على مجالات عملها. من أبو ظبي في عنا سيراميك رأس الخيمة، عفوا من رأس الخيمة، هي قصة نجاح إماراتية بمجال التصدير من رأس الخيمة. هي شركة بتقوم بتوريد منتجاتها إلى أكثر من 160 بلد. هي بتصنع السيراميك، وهي من أكبر الشركات المصنعة للسيراميك بالعالم، وصارت موجودة بعدة بلدان، وهن بيحددوا أو بيقودوا الشركة استراتيجيا لحتى يوضعوا سيراميك رأس الخيمة كعلامة تجارية دولية متميزة ومعروفة لمجموعة منتجاتها المبتكرة من خلال التقدم التكنولوجي وإنتاج عالي الجودة. أنا بنصحكم كمان تطلعوا على الموقع الإلكتروني تتعرفوا أكثر على هذه الشركة الناجحة.